استقامت موجات جهاز تخطيط القلب وعلى صوت الطنين الحزين في غرفة العناية الحثيثة بمجمع رام الله الطبي. ارتقى الفتى محمد فادي نوري 16 عاما من بلدة بتونيا متأثرا بجراح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال الشهر الماضي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. انتظرت عائلة محمد عودته من الغيبوبة، وفي انتظارها خافت وترقبت وابتهلت وصلت، وبعد 20 يوما من الانتظار الثقيل جاءت لتقول وداعا وسلاما على الفتى. محمد شاب عائل قلبه أبيض، نصيبه أنه يكون شهيد لفلسطين، والحمد لله زيه زي أي شاب بيستشهد عشان قضيته وعشان فلسطين يعني، والحمد لله طلبها من ربنا وربنا استجاب له والحمد لله رب العالمين. محمد خلوق ومحب وبار بوالده وسند لجدته، حالم أراد لنفسه أن يكون خبيرا بصيانة الأجهزة الخلوية، وأراد لنفسه شهادة العلا ونالها. محمد شاب خلوق خجول حنون، إله بمدرسته، إله في عيلته، في بيته، في أمه، في أبوه، سته، هيك محمد. محمد كان طالب شاطر ومرتب وعمره ما أذى مخلوق، كل الناس بتحب محمد الحمد لله رب العالمين. كان مختار الشهادة وكان دايما يحط أغاني عن الشهادة ويقول لأمه، يعني حاطت أغنية عنده، ما تزعليش ما تعمليش ما تعيطيش، شهيد عند ربي، في عندي إخوة اثنين. يعني زملاء محمد فتيان في مقتبل العمر، أكبر همومهم امتحانات المدرسة ودروس الرياضيات. أثقل رحيل محمد قلوبهم وبدا حزن القلب على الوجه ظاهرا. محمد مش بس ابن خيالتي، كل حياتي. محمد أخوي وحبيبي الله يرحمه، والله ما توقعنا بكى من صغير يطلب الشهادة والحمد لله نالها. الله يرحمه، أنا وياه دائما مع بعض ونحن صغار، أي إشي مع بعض نروح ونيجي مع بعض. محمد بلشت أعرف من الصف الأول، درسنا أنا وياه تقريبا 11 سنة مع بعض، وصلنا اليوم الأول ثانوي، وما توقعت انه نروح في هذا الطريق. يعني ما توقعت انه، مع انه كان قلت له رح نسوي شيء لما نكبر، رح نضل مع بعض، رح نسوي شو بدنا نسوي نضل مع بعض، بس ما توقعت انه هيك يروح مره واحده وراح بدون انذار، بدون ما يحكي انه رايح، بدون ما ودع. الفدائي عدي التميمي ومخيم شعفاط وجنين ونابلس حضروا في هتافات الشبان الذين جددوا عهدهم للوطن ومحمد وكافة الشهداء بإكمال طريقهم نحو النضال. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أنا أحمي المسجد الأقصى المبارك، أنا أحمي المسجد الأقصى المبارك، أنا أحمي المسجد الأقصى المبارك. تحققت اليوم وصية محمد الأخيرة وزف بجنازة تليق بالشهداء، وكفن بالعلم الفلسطيني، وخلدت صوره على جدران البلاد التي استشهد فداء لترابها. من مدينة البيرة لشبكة وطن الإعلامية بهاء بركات.